السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الملوي ساهل دغيا كيتحضر. عندي هنايا جوج سلايف ديال الدقيق الابيض وزلافه ونص ديال الفينو دي عندي الدقيق الاصفر انا نسيت وخلطتهم. وعندي هنايا واحد المعلقه ديال العسل، الا بغيتو ديروا السكر ديروه والعسل كيجي احسن. وعندي معلقه ديال العسل وعندي واحد المعلقه مع مراش ديال الخميرة صافي. وعندي مليحة صافي. ونجمعو العجينة بالماء ونخليوها ترتاح ونرجع معاكم. هي العجينه بعد ما دلكات، المهم اللي عنده العجينه يدلك في العجينه، ايوا اللي ما عندوش يخدم الكتيفات. صافي هي دلكتها، غنخليها ترتاح واحد شويه ونرجع معاك. هي العجينه ديالي بعد ما ارتاحت صافي، غادي نشدها غادي نديرها كويرات. حاولوا انكم ديرهم شويه كبار باش يجيونا المرويات كبارين. صافي انا غادي نشدهم نقطعهم ونرجع معاكم. هما الملويات ديالي خرجت مني الوحدات صافي. دابا غادي ندهنهم بالزيت ونخليهم يرتاحوا، ومن بعد عاد باش غادي ندوز نصيبهم نشكلهم ونرجع معاكم. صافي كناخذوا الفينو زبده مذوبه وعندي الزيت صافي. كنبداو نخدمو في المسمن اللي عملنا، كندهنوا هذه البلاصه بالزيت صافي. كنطلقوا المسمن ديالنا نحاولوا اننا نورقوه مزيان باش يجينا مورق. صافي كنورقو قد ما قدينا، قد ما خدا معانا الطبع كنورقو. صافي كناخدو الزبدة ندهن بحال هكا، بديت نقطع فيه.
ماشي مشكل. ناخد شوية الفينو صافي كنجيب الورقة حنبغي ندخلو هاد الجنيفات هاد الزنجلان في المنظر يدور معايا ما عرفتوش منين جا صافي صافي نحطو على جنب دابا غندوزو نكرصو السمنة ملوية تا انا صافي مغاديش نوركو عليه بزاف باش يجينا منفوخ وزوين ديرو ليه بحال هكا غير شوية الجنيبات بوسط شوية صافي ونديو فوق البوطة نتلاقاو فوق البوطة حيت هدا البوطة عندي خاصني نشدها طاكسي من هنا نديو فوق البوطة ونرجع معاكم صافي هاهي الشوكة البوطة حيت دغيا قلبتها البوطة عندي مقلة سخونة بزاف صافي نخليها تحمر مزيان ونرجع صافي هاهي بديت كتحمر ونحاول كنلبو حتى يشد لينا داك اللون الذهبي باش يجينا زوين ونقرمل طيبوه مزيان حتى يشد شوف ها نتوما راه بدا كيف نفخ كيف نفخ وكيجي زوين مورق من الداخل ها هي بدات تبرنا صافي ها هي ملي طابت نشدوها كندير ليها بحال هكا سخونة صافي باش يتحلينا ها هي اللولة طيبتها نديرو نتوما فوق شي شبيكة ولا شي حاجة باش ميعركش ليكم انا دابا كنديرو غير في الطبسيط زربانه نتلاقاو في الشكل النهائي
هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي اللي حضرت معكم، كنتمنى يعجبكم. وانتم شوفوا كيفاش كيجي، كيجي مورق من الداخل انتما وزوين. كنتمنى انكم تجربوه وديروا الطريقه ديالي، راه زوينه. وبسلام عليكم، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر. مع السلامه.